سافر دون تردد، أنقذ ما تبقى من سنين عمرك المهدور. سافر وسترى شعوبا غيرنا وتفهم معنى الإنسانية والحياة. ستعرف أننا لسنا أحسن شعوب العالم ولا أعرقهم. لا أحد هناك يعرف شيئا عن عنترة وشيبوب والزير سالم وتأبط شرا والقعقاع والصعصاع وبطولاتهم البلهاء الوهمية. ستكتشف كذبة 6000 سنة حضارة، وستكتشف أن بلادك صفراء وليست خضراء كما كنت تحسبها. ستعلم أننا لسنا خير أمة أخرجت للناس، نحن فقط عبء على البشرية، على الحضارة الإنسانية وحتى على أنفسنا. ستتأكد أن لا وقت ولا طاقة ولا رغبة للغرب في التآمر علينا، لأننا نتقن التآمر على بعضنا، ولأنه مشغول بما هو أهم منا بكثير. ستستغرب لطف